التأمين الصحي العادي اللي الناس بتعود عليه، اللي هو بيبقى بشكل أساسي بينتفع به العاملين في الدولة أو اللي متسجلين في التأمينات الاجتماعية أو الأطفال في سن المدرسة أو حتى الأطفال تحت سن المدرسة. والتأمين الصحي ده بقاله فترة شغال، لكن الحقيقة هو نظام فئوي بشكل أساسي، غير أنه اليونت أو الوحدة بتاعة التعامل بتاعة النظام ده هو الفرد مش الأسرة، وبالتالي هو نظام يعني ايه في بعض المشاكل. الاستدامة المالية بتاعته طبعا عليها بعض علامات الاستفهام، موارده محدودة، وقدرته على ان هو يقدم خدمة بجودة عالية فيها مشاكل كثيرة جدا، غير ان هو تابع بشكل مباشر لوزارة الصحة. تتويجا بقى للكلام اللي نص عليه الدستور، طلع القانون بتاع التأمين الصحي الشامل اللي ابتدى التنفيذ فيه المفروض في سنة 2018 بدءا بمحافظة بورسعيد، بهدف ان هو يغطي كل محافظات مصر في فترة ما بين 10-15 سنة، وفقا للكلام اللي كان ساعتها بيتداول اثناء العمل على القانون. ايه الحاجات الاساسية اللي بتميز القانون ده؟ اولا انه وحدة التعامل بتاعت هذا القانون هي الاسرة مش الفرد. يعني لو انا شخص بشتغل في الدولة او في القطاع الخاص او حتى عامل باليومية او ما عنديش شغل، في جميع الأحوال نظام التأمين الصحي ده هيغطيني أنا وأسرتي. الحاجة التانية إن هو نظام إجباري، بمعنى إن هو مش حاجة ممكن حد يخرج عنها أو ما ينتفعش بيها، مفيش أي يعني مفيش exceptions فيه، مفيش أي خروج عنه، وبالتالي هو بيفرض على الناس كلها في مصر إن هم يكونوا بيشاركوا في تمويله وينتفعوا منه لو هم أرادوا ذلك. فده فرق التالي. الفرق الثالث إنه هو بيدي صلاحيات للجهات المختلفة اللي بتقدم الخدمات بتاعة التأمين الصحي إن هم يعملوا مجموعة من التدخلات بهدف إنها تقدم خدمة بجودة كويسة وتوصل للناس كلها. أهم هذا الكلام إنه هو الخدمة نفسها مش بتتقدم من خلال وزارة الصحة أصلا.